أهلا بيكم مع نموذج جديد من نماذج متحدي الإعاقة. صديقتنا عبارة عن طاقة إيجابية متحركة جواها سعادة بتنشرها لكل اللي حواليها وكل اللي بيشوفها. فهي بالرغم من إصابتها بالشلل إلا أنها بتمارس مهام حياتها اليومية زيها زي الأصحاء، بل بالعكس الابتسامة مش بتفارق وشها. فهي مصدر من مصادر الطاقة الإيجابية لكل اللي بيشوفها. ومؤكد صديقتنا وغيرها من الشخصيات هي نتاج لأسر غارست جواهم الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة المصاعب والمشاكل والتحدي وقوة الإرادة والعزيمة.